السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم محمود. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. بداية لكنتو أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك ديالكم إلى عجبكم هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم غدا نحضر معاكم ليترونش الكذاب، مشروع للمقاهي ببيضة واحدة. كيخرج لنا 14 حبة، كيجو بنان وخفاف، كيجو لذاذ واقتصاديين وشكلهم كيجي رائع، وكذلك كيحضر لنا كمية لا بأس بها. ودابا ننتقلوا للمقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، كأس إلا ربع من السكر، نصف كأس من الزيت، كأس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الدقيق، واحد الحامضة، قبسة الملحة، جوج أكياس من بيكنج باودر. كناخدو إناء كنكسرو فيه البيضة، كنضيفو ليه كأس من السكر، قبسة الملحة، وكنطربو الكل طراب الكهربائي حتى ينسجم الخليط ويولي لونه أبيض بحال هاد الشكل هذا. كنضيفو ليه الزيت تدريجيا، نصف كأس، وكنطربو. كنضيفو كأس من الحليب وكنستمرو في التطريب. كنضيفو قشور حامضة ودابا كنضيفو الدقيق. كنضيفو الكأس الأول، كنضيفو جوج أكياس من بيكنج باودر وزن 16 غرام. وكنطربو الكل ودابا كنضيفو الكأس الثاني ديال الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل. وكيكون الخليط على هذا القوام هذا. كناخذ واحد اللاطة كنفرشو فيها ورق الفرن، كندهنوه بالزيت، كنفرغو فيه الخليط وكندخلوه الفرن على درجة الحرارة 160 حتى يتحمر من التحت ومن بعد من الفوق. كياخدنا تقريبا 15 دقيقة. وهو الكيك ديالنا من بعد ما تحمر وخرج من الفرن. كنحيدو ليه الورق ديال الفرن، ومن بعد كنسقيه كاس ديال الحليب، كنخليوها تشرب. ودابا كناخذو الكريم شانتيي، كنكونو خفقناها، كنغطو بها الوجه ديال الكيك ديالنا. على هذا الشكل هذا كندخلوها للثلاجة تبرد. ودابا غنتاقلو باش نحضرو الكريم اللي غنوضعوها من الفوق. كنحتاجو كأس إلا ربع من السكر، حامضة معصورة، كأس من الماء، واحد الفلون بنكهة الفاني. كناخدو واحد الكسرونة كنوضعو فيها كأس من الماء، كنوضعو فيها سكر سنيدة، كنوضعو فيها الحامض معصر، كنطربو الكل وكنضيفو كيس من الفلون بنكهة الفاني.
كنخلطوه جيدا، كنوضعوه فوق النار حتى يتقال الخليط على هذا الشكل هذا. كنجبدو الكيكه ديالنا من الثلاجة، كتكون بردات الخليط حتى هو كيكون برد. كنغطو بها الوجه ديالها، ودابا كنقطعوها بواحد السكين على شكل اترونش. وكناخذ الكريمه اللي تبقات لينا كنوضعوها في بوش وكنزينو على شكل وريضات صغار. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتوا. ودابا كناخذ الفواكه المعسله كنوضعوا وحده حمراء وحده خضراء، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي ترونش الكذاب او لي ترونش ديال المقاهي اللي حضرت معكم اليوم. كيجوا لذاد ورائعين وكيتحضروا بسرعه، والمذاق كيجي بنين، كيجوا خفاف واقتصاديين ببيضه واحده، وكيخرجوا لنا هذه الكميه هذه. ودابا غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيف جات من الداخل. ها هي كيف ما كتلاحظوا، كتجي رطبه، كتجي لذيذه، كتجي كتذوب في الفم. فرحوا بها وليداتكم، كتجي رائعه. كنعرفوش من المواد درنا فيها، ماشي بحال ديك اللي كتباع. وكنتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.